سلام الحب لأهل الحب والتقدير. سألت قلوبكم عن حب هالمدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صوتك غنى وانقل صوتك التعبير، جدار عيال زايد والقلوب الخير. نحب أرض الإمارات وأهاليها، وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. We love everyone who loves my UAE، فيها نحس إن الدنيا لسه بخير. صور صادق الاحساس وغني عن مشاعركم يا اغلى مشاهدين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فقرة لجمالك، لتسليط الضوء على كل ما يهم المرأة. لذا نحن متواجدون اليوم داخل إمارة عجمان، ونستضيف سيدة الأعمال كوثر العبودي، المالك والشريك لصالون دار الملكة. أهلا وسهلا بك سيدة كوثر. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم برنامج استثمارات الإمارات فقرة لجمالك. طبعا أنا كتير فرحانة فيكم اليوم، نورتونا. في البداية يسعدنا ويشرفنا نحن وكذلك المشاهدين أن نتعرف على شخصك الكريم وأبرز المحطات العملية التي مررت بها. معاكم كوثر العبودي، ميك اب ارتست، صار لي بالإمارات 12 سنة، وطبعا خبرة 15 سنة. من أبرز المراحل اللي أنا مريت بها بالإمارات إني اشتغلت في عدة مراكز بالإمارات، وطبعا هالسنة قررت إني أفتح مركز، فالحمد لله كانت بداية كتير موفقة. سيدة كوثر، لو تحدثينا عن صالون دار الملكة وما هي الخدمات المتواجدة داخل الصالون؟ بالنسبة للخدمات، أنا قبل ما أفتح حاولت إني كل الخدمات تكون متوفرة عندي، يعني درست الموضوع ودرست الصالونات اللي جنبي والخدمات اللي بيوفروها، فقلت ليش لا خلي صالون يكون متوفر بكل الخدمات، يعني الزبونة لما تدخل تحصل على كل الخدمات، لا بالنسبة للأظافر ولا بالنسبة للبشرة ولا بالنسبة حتى للمساج تبع التخسيس موجود عندنا. بالنسبة للحمام المغربي، طبعا أنا جايبة كتير خلطات من المغرب اللي هي بالأعشاب، بالتبييض، بالمساج داخل الحمام، بخلطات كتير كتير متنوعة. بالنسبة للرموش، فأنا قررت إني أدخل براند كتير حلو للرموش، يكون الرمش كتير ناتشورال وكتير طبيعي. وحتى بالنسبة للبشرة، لأنه البشرة في أنواع من الزباين بتكون بشرتهم حساسة، فقلت ليش ما أدخل براندات تكون يعني طبية أكتر. فالحمد لله توفقنا بموضوع الفيشل، عندنا كتير طبي، يعني بتبان النتيجة من أول مرة، من أول جلسة. وبالنسبة لمساج التخسيس يعني، وبالنسبة للصبغات عندنا صبغات كتير حلوة، لوريال، عندنا برادات حلوة، علاجات للشعر، دخلنا حتى علاجات طبيعية اللي هي بالصبار، بالخلطات، بالزيوت، خلطات زيوت. فالحمد لله يعني زبونة تدخل كل الخدمات متوفرة. بالنسبة للسبا، بالنسبة للمانيكير والبيديكير عندنا السبيشل، وبالنسبة للحمام المغربي الفيشل، كل الخدمات متوفرة الحمد لله. يعني أنا بدي زبونة تدخل تلاقي كل الخدمات، ما بدي زبونة تدخل وتقول لك لا.
هاي الخدمة متوفرة، هاي الخدمة متوفرة. حتى بالنسبة للحنة عندنا كل أنواع الحنة، اللي هي السوداني، اللي هي المغربي، الحنة الإماراتي، بكل أنواع الخدمات الحمد لله متواجدة عندنا. أستاذة كوثر، لو تحدثينا أكتر عن اختيارك لفريق العمل. طبعاً من المعروف أن كل جنسية بتتميز أو بتكون بروفيشنال أكتر في حاجة معينة، زي الفلبينيين معروفين بالباديكير والمانيكير، الهنود بالحنة. فحدثينا أكتر عن اختيارك لفريق العمل. بالنسبة لاختياري لفريق العمل بصراحة كان من أصعب المراحل اللي مريت بيها، إني كيف أختار فريق عمل يكون بكل سيكشن يكون موفق. يعني بسيكشن المانيكير بديكير أنا بحب فلبينيات، يعني الفلبينيات هم أكثر جنسية بتكون موفقة بالمانيكير بديكير. بالنسبة للحمام المغربي لازم مغربية، يعني طبعا ما ينفع إنه غير مغربية تكون تعمل حمام مغربي. أما بالنسبة للباقي السيكشن فحاولت إني أوفق بين سيكشن وسيكشن عشان بين كل جنسية، وتكون كل جنسية تعمل كل الشغلات يعني. وحتى بناخذ دورات يعني على اخر صيحات تبع الموضه. انت بتعرفي هلا الموضه طبعا فيها تطور بالنسبه للميك اب، بالنسبه للتساريح، بالنسبه للالوان، بالنسبه للخصل والهايلايت، بالنسبه للبراندات كل شوي بيطلع براند. فاحنا بنحاول نتعرف على براندات حلوه، على بالنسبه للفيشل بناخذ دورات، وكل ما بتكون دورات انا بحاول اخذ انا الدورات، وطبعا باجي للصالون بطبقها على باقي الصف. فالحمد لله انه الحمد لله انا بتميز بهالشيء، انه اطبق اخر الصيحات على الصالون عندنا هنا. استاذه كوثر، من المعروف طبعا ان اي مشروع بيواجه تحديات وعقبات. لو تحدثينا عن صالون دار الملكه، ما هي التحديات والعقبات التي واجهتك في اثناء تاسيس المشروع وبالاخص في فتره الكورونا؟ بالنسبه للعقبات والتحديات، خلينا نبتدي بالعقبات، خصوصا هلا في وقت كورونا. يعني صعب انه زبونه تدخل للصالون وتثق في الصالون والصالون ما يكون متعقم، والصالون ما يكون فيه تباعد، والبنات مو حاطين ماسكات. فهذا كثير صعب، وانك تقنع الزبون من زبون لزبون ومن كرسي لكرسي تعقم. فكانوا كثير صعب علي اني اركز على من بين زبونه وزبون البنات يعقموا، وانه ما يشيلوا الماسكات، وانه يكون تبع الحراره، ويكون كثير، واكون كثير حريصه على 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 يعني على نفسية زبونة داخل الصالون، إنها تدخل للصالون وتكون كتير مرتاحة، خصوصاً هالظروف إنه زبونة فبتخاف تجي للصالون في وقت كورونا. أما بالنسبة للتحديات فكانت التحديات كتيرة بالنسبة للصالونات، خصوصاً هلأ إنه يعني في منافسة كبيرة بين الصالونات، بالنسبة للأسعار، بالنسبة للخدمات، بالنسبة للأوفرات، حتى بالنسبة للبرودكت. فأنا حاولت أدرس الموضوع وأدرس الصالونات اللي جنبي طبعاً، وقلت ليش لا، خليني حتى لو انا بنفس الاسعار بس اكون من احسن البرودكت، يعني ادخل احسن البرودكت اكثر. يعني كل ما كان البرودكت كثير طبي وكثير براندات عالميه، فالزبونه بتصف يعني بتكون ثقه بينك وبين الزبونه ثقه كبيره. استاذه كوثر، من المعروف ان دوله الامارات بتواكب التطور وكل ما هو في صيحات الموضه والجمال، ففي ظل المنافسه الشديده والصالونات الكثيره الموجوده داخل دولة الإمارات وبالأخص في إمارة عجمان، كيف حافظتي على التميز وفي فترة قصيرة كتير 6 شهور ولكن تميزتي وظهر لك اسم بين الصالونات المختلفة؟ أنا كيف تميز؟ أول شيء أو أهم شيء إنه أنا كنت قريب من الزبون، يعني أنا باخد وبعطي مع الزبون وبحاول إني أقنع الزبون طبعا بالبرودكت وبالبنات البروفيشنال اللي عندنا. يعني الزبونة كل ما تدخل المكان لازم راح نفسية أول شيء، ولازم تلاقي صاحبة الصالون هي اللي تستقبلها، ويكون أحلى استقبال ويكون أحلى شغل ويكون أحلى تعقيم، خصوصا إحنا في ظروف بصراحة كتير في تنافس بالنسبة للصالونات اللي جنبنا. فإحنا تميزنا إنه إحنا بالبرودكت تبعنا، وإنه إحنا يعني نعطي للزبون أكثر قيمة من أكثر من أي صالون. وأهم شيء إنك تحسس الزبون إنه ملك في الصالون.
نعم. يعني الزبونة لازم تدخل تلاقي كل الخدمات وتحس نفسها إنها ملكة وترتاح. حتى بالنسبة للبنات يكون بروفيشنال أكثر، وهذا سبب اختياري للاسم دار الملكة. نعم. يعني كل ما بتدخل الزبونة لازم تحس نفسها إنه ملكة في الصالون. نعم. لو تحدثنا عن الطموح، لكل شخص طموح سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد العمل، ما هو طموحك لدار الملكة؟ هل لديك خطط مستقبلية للتوسع أو فتح فروع أخرى داخل دولة الإمارات؟ طبعا أنا عندي كتير طموح، يعني ما بوقف على أول فرع، إن شاء الله بيكون عندي في كل إمارة فرع، وإن شاء الله بتمنى هالفرع يعني يكون من ألمع من أشهر الصالونات بعجمان، وبتمنى من الله إن شاء الله يكون عندي في كل إمارة فرع، ليش لا؟ إن شاء الله نراكم قريبا من كبرى الصالونات الموجودة داخل دولة الإمارات. ونحن على وشك إنهاء الحلقة، ولكن اعتدنا إعطاء الضيف مساحة مفتوحة لاقتراح أو رسالة شكر للشخص داعم في حياتك. وأنا من البرنامج بشكر دولة الإمارات وكل شيوخ الإمارات، وإن إحنا في بلد الأمن والأمان، والحمد لله كل شيء متيسر وكل شيء سهل بالنسبة للإجراءات، والحمد لله إنه إحنا عايشين في أمن وفي أمان وفي تقدم وفي ازدهار. وبنهاية الحلقة سعدنا بلقائك سيدة الأعمال كوثر العبودي، المالك والمؤسس لصالون دار الملكة. شكرا لك. هلا فيكم حبيبي، نورتونا اليوم، وانا كثير سعيده بوجودكم اليوم معنا. سلام يا كرام ربنا والدار، سلام الحب لاهل الحب والتقدير، سالت قلوبكم عن حبها المدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير، وش اللي في إمارات المحبة غير. صوتك رند وانقل صوتك الكعبير، تدار عيال زايد والقلوب الخير، نحب أرض الإمارات وأهاليها، وفيها نحس إن الدنيا لسه بخير. We love the free one who loves my UAE. صور صادق الأحساس وغني عنه.